المباراة. ترجع الكرة، شنو هذه؟ والكرة خطيرة للمنتخب الأنغولي. حذاري والحارس، والكرة وهدف التعادل. حذاري وهدف التعادل المنتخب الأنغولي. خطأ فادح في الدفاع في التمركز، وخطأ قاتل من فاروق. الكرة ترجع قدام رقم 7 اللاعب جالما، وجالما يعادل الأرقام. هذا هو المنتخب الأنغولي القناص، تقريب من أول فرصة حقيقية ومن أول هفوة في دفاعاتنا يسجل منتخب الفلانكاس نيجرس التعادل. فماش تسلل الكرة راجعة جالما حد في الشبكة، والتعادل الإيجابي لأنغولا. التعادل إيجابي لأنغولا، السلبي لمنتخبنا.